السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بأمر الله هنعمل رز السمك بالبصل زي المطاعم بالظبط، وهقولك ليه بيبقى لونه أحمر وليه بيبقى لونه أصفر. هنشوف مع بعض واحدة واحدة عملي من أول الفيديو لآخره عشان خاطر تعملي رز السمك بكل احترافية زي المطاعم بالظبط. كيلو من الرز هنحط عليه قد إيه من البصل عشان يطلع البصلة مظبوطة فيه؟ هنحط عليه بصلاية كبيرة، هنحط عليه بصلايه كبيره او بصلتين وسط. هغسل الرز دلوقتي، مش بنقعه خالص، الرز بيتغسل، وبكون مقطعه البصله هقطعها ونرجع نحمرها مع بعض ونضيف الرز ونكمل بقيه خطواتنا. بصوا بقى، اهم حاجه عشان نعمل الرز بالبصل لازم نحط له الزيت مظبوط. على كيلو رز هنحط ربع كوبايه من الزيت، ربع كوبايه من الزيت هننزل عليها بالبصلايه متقطعه تقطيع صغنن كده عشان ما تبقاش باينه قوي في الرز. هنديها رشه فلفل اسود عشان تخلي ريحتها جميله اثناء التشويح. تكات للرز بالبصل عشان يطلع زي المطاعم لازم تمشي على الخطوات اللي هقول لك عليها عشان خاطر الرز ما يعجنش معاكي ويطلع مفلفل، كل حبه تطلع لوحدها. هقلب بقى كده، لازم البصله تغمق عشان يطلع رز السمك بالبصل، ما يطلعش رز وخلاص. اتفقنا؟ البصلة تغمق ونرجع نضيف التوابل ونضيف الرز مع بعض. بصوا بقى، لو انت عايزاه الرز لونه اصفر مش هتغمقي البصلة كده، اتفقنا؟ وهتحطي توابل كركم وكاري في قلب الرز، انما لو هتغمقيه وعايزاه محمر لازم تبقى البصله غامقه كده. انا هعمله الاثنين، هعمله غامق وهحط عليه كركم وكاري كمان عشان يطلع زي المطاعم، وهديله رشه قرفه كمان. هنزل بالرز كده زي ما اتفقنا، مغسول بس مش منقوع. هحط له بقى معلقه كركم كده، معلقه كاري، نص معلقه قرفه، بس كده هي التوابل دي. وهقلبه بقى لمده دقيقتين او ثلاث دقايق عشان خاطر الكركم والكاري يخش فيه والقرفه تخش كويس جدا، وكمان البصله تخش مع الرز وتغمق. بصوا قلبته كده لمده ثلاث دقايق، هنزل بقى بالميه عشان نطلع الرز معانا مش معجن، وكل حبايه لوحدها الميه بتبقى زايده عن الرز بعقله واحده. الميه ملوش ميه معينه هقولك عليها، يعني مش هقولك كام كوب، مش هينفع، لازم تزيد عن الرز بعقله واحده بس. بصوا لو قلبنا الرز كده هنلاقي نفسنا شايفين الرز مش مغوط تحت، لا الرز باين اهو، ويزيد بس عقله فوق الرز. هنحط بقى الملح، على كيلو الرز هنحط 3 معالق من الملح من معلقه الشاي ممسوحين مش مليانين على الاخر، وهحط مكعب مرق الدجاج، مكعب مرق الدجاج كده، وهقلب بقى التسويه المظبوطه ليه هنسيبه على نار عاليه زي ما احنا شايفين لمده الخمس دقايق او السبع دقايق. اول ما يتشرب على طول، يعني ما تسيبهوش وتروحي تعملي حاجه، لا لازم تكوني واقفه جنبه، يتشرب على طول وتنقليه على العين الصغيره خالص، وهتوطي عليه لمده 3 دقايق او حسب ما بتدوقيه وتلاقيه استوى او ما استواش، يعني بتسيبيه على نار هاديه خالص لمده التسويه. بس اهم حاجه اول ما يتشرب بتنقليه على العين الصغيره وبتهدي عليه، انما طول ما هو لسه ما اتشربش هسيبه على النار العاليه كده. عقبال ما يتشرب بقى هسيبه كده واغطي عليه. هنعمل السلطه بتاعه السمك مع بعض. نيجي بقى للسلطه بتاعه المطاعم. السلطه بتحتاج ايه عشان تطلع معانا طعمها زي المطاعم بره؟ بنحتاج طماطم، قرن فلفل، بصلايه، خيارايه، جزر مبشور، بقدونس. حابه تحطي بقى خس وتزوديها انت حسب ما انت ما بتحبي براحتك، بس انا بكتفي بالمقادير اللي معايا دي. هنقطع بقى القوطه، واهم حاجه لو انت هتحطيها
يعني بعد ساعة أو ساعتين، يبقى ما تحطيش عليها ليمون ولا خل عشان ما يدبلش السلطة بتاعتنا. السلطة لو عايزاها تقعد معاكي يومين في التلاجة، تخليها زي ما هي الخضروات اللي احنا شايفينها دي من غير خل ولا ليمون، تفضل معاكي يومين. طبعا القوطة مش بنقطعها كبيرة قوي، يعني وسط بنفس الطريقة كده. بصوا قطعت القوطة زي ما اتفقنا، تقطيع وسط فردك الخيار كده، ما يكونش كبير قوي. بصوا قرن الفلفل بردك كده عشان ما يبقاش كبير قوي، تعمليه على اتنين كده وترفعي التقطيعه بتاعته. انا مقلله الفلفل، مش عايزاه كتير. بصوا الفلفل اهو، لو انت عايزه تزودي الفلفل بقى وتخليها حاره قوي، خليه قرن كبير. نيجي بقى للبصل. البصل بتاع السلطه بيبقى شرايح مش متقطع، صغنن، شايفين كده، وبنفركه احنا ونحطه على السلطة زي ما احنا شايفين كده. بصوا هنفكك البصل كده ونحطه على السلطة. لو انت بقى عايزة تعمليها زي بتاعت المطاعم، بصوا البصل زي ما احنا شايفين. طبعا الجزر، جزرية مبشورة اهو نص حزمة، حطينا جزرية مبشورة نص حزمة بقدونس، ونبتدي بقى نقلب السلطة. بصوا لو انت عايزة بقى تعملي لها المية بتاعت المطاعم، هتخلي المية اعلى من السلطة بشوية. نحط لها بقى التوابل بتاعتها، بس انا مش هحط لها مية كتير، يعني ممكن اكتفي ببقين مية عليها، بحب تكون ناشفة كده. لو انت عايزة بقى مية السلطة تخلي المية عايمة على السلطة شوية، ماشي، لكن هي هي التوابل اللي هنحطها. بصوا بقى زي ما اتفقنا التوابل بتاعتها، بابريكا، كمون، فلفل اسود، كله رشة صغيرة، ماشي، ما نكترش عشان ما يغيرش طعم السلطة معانا. لو انت عايزاها بقى، انا هخليها ناشفة كده يدوبك، بس اديها بقين مية عشان ما بحبهاش بمية كتيرة قوي جنب السمك، فهكتفي بالتوابل بتاعتي دي. انما انت لو عايزة السلطة بميتها زي المطاعم، نفس التوابل بس هتزودي عليها نص معلقة شطة على الكمية اللي احنا حطيناها دي، وكمان هتخلي المية اعلى من السلطة، بتبقى المية كتيرة قوي عن الخضروات اللي في قلب السلطة. طبعا مش هحط ولا ملح ولا ليمون ولا خل الا وقت التقديم عشان ما تدبلش الخضرة معانا، ماشي. نبص بقى على الرز ونشوفه استوى ولا لا. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا جميل ازاي. بصوا كده هطفي عليه بقى النار خالص وهقلبه بقى تقليبة كويسة كده، وهنقله على العين الصغيرة لمدة دقيقتين. بصوا النار هادية خالص كده اهو، خليه يكمل التسوية بتاعته، هو اتشرب معانا، خد 5 دقايق. عقبال ما تشرب كده هسيبه بقى مدة دقيقتين او 3 دقايق وبطفي عليه. حطينا بقى التوابل، هقلبها تاني كده زي ما اتفقنا، مش هحط ولا ليمون ولا خل ولا ملح، 3 حاجات دول اللي بيدبلوا السلطة معاكي. لو حطيتيها في التلاجة اهي الفترة اللي هتحطيها فيها وقت التقديم، اعصري الليمون وحطي الخل وحطي الملح، سيبها بقى في التلاجة عقبال ما الرز يستوي ونرجع نقدمهم مع بعض. بصوا زي ما هي اهي، ما دبلتش وقعدتها ساعتين. هحط لها بقى الملح عشان خلاص هي على التقديم، حط لها معلقتين من الملح كده، نص ليمونة، بس نص ليمونة كبيرة، لو الليمونة وسط كده يبقى ليمونة كاملة، معلقتين خل او 3 معالق، ربع كوباية مية، كوباية دي صغننة اصلا، ماشي، ربع كوباية مية،
لو انتي بقى عايزاها بالمية بتاعتها يبقى هتكملي البولة للآخر، اتفقنا؟ لكن انا مش عايزاها فيها مية خالص، انا يدوبك بس اديتها كده ربع كوباية. بصوا ما شاء الله جميلة جدا، وكمان الرز خلص معانا. بصوا بقى رز السمك بالكركم والكاري والقرفة، احلى من المطاعم. بصي ما شاء الله كل حباية لوحدها ازاي، مش معجن ولا مهري ولا اي حاجة. عملنا السلطة الخضراء بتاعة المطاعم بطريقة جميلة جدا، دي سلطة السمك حلوة قوي. لو عايزاها بالمية بقى سيبالك في صندوق الوصف ان شاء الله. طريقة النهاردة سهلة وسريعة، يا رب تنال اعجابكم. لو عجبتكم طريقة النهاردة ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.